True Night Vision Binoculars مقابل 144 دولار فقط سوف تحصل على منظار رؤية ليلية مذهل. يصل مدى الرؤية بالمنظار إلى 91 متر، وهناك تكبير بصري 7 مرات، بالإضافة إلى 3 مستويات من الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء. يحتوي المنظار على 4 بطاريات مضاعفة، ويدوم الشحن لمدة 2 ساعة تقريبا. يمكن استخدام الجهاز أيضا ككاميرا فيديو، ويمكن للمستخدم رؤية كل ما يتم تصويره على الشاشة الصغيرة المدمجة بدقة 320 في 240 بكسل. خلال النهار يصل مدى الرؤية إلى 402 متر. وزن الجهاز 450 جرام، وهو يأتي مع حافظة خاصة للتخزين والحمل. Live Stream Wi-Fi Glasses نظارات غير عادية مزودة بكاميرا HD، وهي ليست قادرة على تصوير مقاطع الفيديو فحسب، بل تقوم أيضا بنشرها على الإنترنت عبر الواي فاي، وهي خاصية مفيدة في حال كان المقطع يحتاج إلى شبكة من المراقبين. يمكن للمستخدم ارتداء هذه النظارات والاندماج بسهولة مع الحشد دون إثارة الشكوك. فوفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، حوالي 2.2 مليار شخص يعانون من اضطرابات الرؤية القريبة أو البعيدة. تعمل النظارات عن طريق توصيلها بالهاتف الذكي. يمكنك أيضا شراء سماعة أذن صغيرة لخلق اتصال ثنائي الاتجاه. PhoneSafe Summit NG4200 تصميم خاص بالهواتف الذكية لتأمين المحادثات الخاصة. فعادة ما يكون من السهل التنصت عبر ميكروفون الهاتف الذكي حتى دون علم مالكه. ولتأمين خصوصياتك ومحادثاتك الخاصة يمكنك اقتناء هذا الجهاز الرائع. كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك الذكي في الجهاز، ولن يسمع المتجسس سوى موجات مشوشة غير مفهومة. يستوعب الجهاز 4 هواتف ذكية، وتكفي الشحنة الواحدة العمل لمدة 10 ساعات. سوف يشعرك الجهاز بالراحة والموثوقية أثناء لقاءات العمل والاتفاقيات السرية. يمكنك شراء الجهاز الآن بسعر 1000 دولار. Dragonfly Insectothopter في عام 2003 تم الكشف عن بعض المعلومات السرية الخاصة بوكالة المخابرات المركزية، حيث اكتشفت بعض البيانات عما يعرف بالياسوب الآلي. طور هذا الجهاز خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، وكان من المفترض أن يطير الياسوب في مدى 200 متر، وكانت مهمته هي التنصت على المحادثات، وذلك عن طريق تركيب أجزاء بالروبوت يمكنها الالتصاق بالزجاج. كانت الفكرة أنه عند التصاق الروبوت بالنافذة الزجاجية فإنه سوف يتولد شعاع ليزر من الروبوت، والذي سوف يرتد استجابة للاهتزازات الصوتية. وبترجمة تلك الاهتزازات يمكن لوكالة المخابرات المركزية الحصول على موجات صوتية واضحة من خلال الضوء، وبالتالي يمكنهم معرفة الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. الغريب هو أن هذه الفكرة لم تطبق في الواقع، ولم يقلع ليعسوب الآلي مطلقا، وذلك لأنه اتضح أنه من الممكن السيطرة عليه فقط في المختبر. أما في الظروف الخارجية الحقيقية فسوف تتدخل معه الرياح ويفقد المشغلون السيطرة. وفي النهاية تم إيقاف المشروع بعد إنفاق ميزانية بما يعادل 2 مليون دولار بسعر الصرف الحالي. هاكي باي في عام 2022 وحده تم بيع أكثر من 286 مليون جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز وماك أو إس وكروم أو إس في جميع أنحاء العالم مقابل 24 دولار فقط. يمكنك أن تصبح مخترقا للبيانات بطريقة أخلاقية. يستخدم مصطلح الاختراق الأخلاقي لوصف المتسللين الذين يبحثون عن الثغرات الأمنية ثم يقترحون حلولا لإصلاحها، وذلك لمنع المتسللين الحقيقيين من الاختراق في المستقبل. الأداة الظاهرة على شاشة الآن والمعروفة بهاكي باي هي عبارة عن محرك أكراس فلاش يوفر مصدرا مفتوحا وإمكانية للتشغيل دون مشغل على أي نظام تشغيل وبلغات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من برامج الاختبار، بداية من تجميد النظام إلى تمكين البرامج والأجهزة أو تعطيلها تلقائيا.
سمارت ويندو تنت. الآن يمكنك الحصول على تظليل ذكي لنوافذ سيارتك، يتم لصق طبقة بلورية سائلة بين طبقات الزجاج، وفي حالة التشغيل يتغير موضع وترتيب البلورات، ومن ثم تتغير درجة شفافية. يمكن استخدام تقنية سمارت تنت أيضا في نوافذ المكاتب وقاعات المؤتمرات. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من الأجهزة المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.